اليوم كانت مناسبة لعدة مشاركين باش يقدموا تجارب الميدانية اللي كتعطي ما يجري من تطور في هذا المجال في المغرب، واللي كتفتح آفاق مهمة بالنسبة للمكونين أو المكونين المقبلين اللي غادي يمكن لهم يورجوا سوق الشغل ويطوروا المهارات ديالهم من أجل انخراط في اقتصاد المعرفة وتطور الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا. الجامعة الدولية للرباط تتنظم واحد الملتقى تظاهرة كبيرة، الهدف ديالها هو كنجمعوا بين الطلبة ديالنا اللي اختاروا الجامعة الدولية دون لو كادر ديال التكوين المستمر اللي كنسميوها انا في الجامعة الاكزيكيوتيف ايدوكيشن. هاد التكوينات المستمرة ولا الاكزيكيوتيف ايدوكيشن الهدف ديالها ولا لا بوبولاسيون الناس اللي كيجيو ليها هما ناس اللي ديجا عندهم دي باك بلس 5 او دي باك بلس 3 افيك 3 زون ديكسبيرونس مينيموم، والهدف ديالها هو سكون ابيل لا ميز ا نيفو ولا لا ميز ا جور. كنديروا واحد سكون ابيل ان رافريشيسمون ديال هاد الناس هادو باغ لي نوفيل تكنولوجي. باغمي من ضمن التكوينات المستمره عندنا دي زيكزيكيوتيف ماستر اللي هما كيستون ديستيني دي بروفيسيونيل، ومن ضمنهم ليكزيكتيف ماستر ديال ماناجمنت دو لا ترانسفورماسيون ديجيتال، سولوي دو ديجيتال ماركتينغ اي دو لا كوميونيكاسيون، اي اوسي ان اكزيكتيف ماستر ديال بيك داتا اي انتيليجونس ارتيفيسيال، ان اوتر ان كاتريام ديال لو ماناجمنت لا غوفيرنس دي سيستيم دانفورماسيون. والحمد لله هنا في الجامعه الدوليه للرباط دائما تنحاولوا كنتقربوا من لي بروفيسيونيل دو ميتي، يعني الناس الفعاليات اي لي بارتي برونونت كلي في هذا، تنتقربوا من لي ديسيدور والناس اللي غادي يديروا اللي كيحطوا لي استراتيجيات اللي غنخدموا بها على المدى البعيد، وكنشوفوا الطلبه ديالنا شنو هما الحاجيات ديالهم باسكو تاهما سي اون بارتي برونونت كلي، خصنا نعرفوا الطلبه ديالنا اكزاكتومون شنو بغاو. انا اليوم سعيد جدا بهذه المناسبه ديال الانطلاق اللي تنسموه الماسترز ديال التحول الرقمي في الجامعات الدوليه للرباط. كانت يعني هذه انطلاقه ديال هات الماستر، وكان في عدد من التدخلات ديال عدد من من من, من الاوتور في ميادين مختلفه باش يحثوا على يعني الاحتياج ديال المغرب لهذه الكفاءات هذه، وكذلك شنو نتمناو ان هذه الكفاءات يعطيو للمغرب بصفه عامه في على صعيد الشركات ولا على صعيد كذلك يعني الغوفرنمون الماروكان. ف يعني هذه بادره طيبه رغم انه يعني نقطه في هذا العالم الواسع ديال الكفاءات اللي سنحتاجوها احنا بشكل كبير في المستوى ديال افريقيا بصفه عامه وفي مستوى المغرب. فتنتمناو باننا نشوفوا اكثر من هذه التجارب هذه، لاننا بالفعل بحاجه ماسه لهذه الكفاءات هادو باش يدعموا الخطى اللي تقوم بها المملكه المغربيه في اطار التطور بصفه عامه والتحول الرقمي اللي يدعمنا. المهمه اللي كانت عندي هي نشرح للناس كيفاش حنا كنعاونوا الطلبه، وهاد الناس هادي يكونوا في هاد ليكزيكوتيف ماستر الرقميه ديجيتال باش يعرفوا شنو هما الفاندامونتالز، هذيك المسائل اللي خصهم يحتاطوا ليها ويتعلموا لها باش يكون عندهم هذيك لا ترانسفورماسيون ديجيتال. وهاد الطريقه هي تكون من اربعه د الحوايج. الاولا هو شحال هادي كانوا الناس تيهضروا مع صحابين لافورماتيك وتيقول لهم ها شنو بغيت نصوب، ولافورماتيك تتجيب الحلول. دابا كاين واحد امكانيات وحدين اخرين اللي جعلوا صحابين الميتي اللي كيعطيو الاوردر، والناس اللي كيديفلوبو في لافورماتيك تيتجمعوا ويفكروا سكون ابل ديزاين ثينكين باش يلقاو شنو هما البروجيات والمشاريع اللي خصهم يديروهم مجموعين. كاين واحد الموتور دانتيليجونس ارتيفيسيال سميتو واتسون اللي كيمكنك دابا انتم كصحفيه يمكنكم تدخلوا وتكريوا البروفيل ديالكم، وهذا سي كوم ان مونتور اللي يعطيك شنو هما لي فورماسيون اللي خصك بلي فيديو وتيعاونك باش تسيرتيفيا، وميم طون وفوكسيون ديال البروفيل ديالك تيقلبك على الخدمات في المارشي.
ولا كان عندك الجاب زعما ديك البروفيل اللي عندك ماشي هو هذاك اللي خص اللي كاين الخدمه اللي كيطلبوه تيعطيك شنو هما لي فورماسيون اللي خصك تفورما فيهم باش يلقى كوريسبوندونس بين البروفيل وهذاك المسائل. دونك هذا راه حاضر انا نعاودو www.digitalnationafrica.com جمعيه اللي تم تاسيس ديالها خلال شهر يونيو 2017. الغرض ديالها هو تتبع جميع الانجازات اللي كتوقع على المستوى ديال التشريع على المستوى ديال الجهاد القضائي في المجال ديال القانون الرقمي، علما ان هذه الماده هي جديده في المغرب. اذا المداخله ديالي اليوم مع الجامعه الدوليه بالرباط تتشمل جانب من تنظيمي ديال القانون الرقمي بالمغرب. اذا هناك عده تساؤلات لا زالت تطرح في المجال، هناك يعني انتظارات من طرف الشركات اللي كتعمل في هذا المجال. اذا حنا هنايا باش نحاولوا نقدموا اجابه او على الاقل نقدموا مقاربات اللي غادي يمكن لها في المستقبل تكون يعني فيها افاده لهاد الناس. اليوم حنا في واحد الحدث اللي هو مهم بزاف اللي تهضر على هذا الدومين اللي هو الدومين الرقمي، وهذا حدث اول حاجه الهدف ديالو هو انه يقدم لي ماستر اللي جداد بحال ترانسفورماسيون ديجيتال لا غوفرنانس اس اي اي بيج داتا انتيليجنس ارتيفيسيال، و اون ميم طون هو فرصه لينا حنا كمبتدئين في المجال اننا نتلاقاو بالفاعلين او لي زيكسبيرون لا ماتيير كسا سوا في المجال اللي هو ايتاتيك بحال لاجونس دو ديفلوبمون دو ديجيتال او في المجال الخاص مع اي بي ام وميكروسوفت. هذه فرصه اننا كناخذوا كنتقاسموا الخبرات وبارطاج دانفورماسيون بارطاج دو فيزيون مع الناس اللي هما ديجا عندهم بوكو ديكسبيريونس دون لو دومين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.